عالم الشعر المستعار بلبنان وبالعالم. اسم واحد صالح أنطوان اليسكرم للشعر المستعار الأشرفية الجعيتاوي. بيريكيت بوستيشيت شعر طبيعي خصال اكستنشن. بيروت الجعيتاوي. تليفون 01-560-672-03-677-068. خبريات بترفع المعنويات، واليوم يمكن إذا بدنا نحكي أكتر وأكتر عن جمال المرأة وأنوثتها منركز كتير على قصة شعرها، وهيدي الفكرة اللي بترسخ بعقول كتار من السيدات لما ببلشوا يحسوا بتعب بشعرهم، بحسوا بتكسر بالشعر، بحسوا إنه شعرهم قصير وبدهم إياه يكون أطول، ويمكن بيعوزوا بيطلي من الطليت يزيدوا ويكون في عندهم إضافات، يعني هيدي أو ممكن يكون مرات يتعرضوا لمرض معين يهر الشعر ينزل من الفروة. اليوم الإمكانيات صارت متاحة والتقنيات كتير متطورة، وصار في خصل شعر مستعار ممكن تنوضع ليزيد جمال المرأة أو لتحافظ على نوع من الأنوثة اللي هي بتحلم فيها واللي بتراود فكرة بكتير من الأوقات، مش بس للنساء إنما للرجال أيضا. يعني في إمكانية لزرع الشعر لأنه الإنسان بحب حافظ على هالأمور الطبيعية اللي تحلى فيها، يعني بتبرز جماله أكتر وأكتر، بيبقى فرحان وثقته بنفسه زايدة. إذا تعرض لأي يمكن شيء معين سقط شعره، في إمكانية يرجع ينضاف شعر ويبقى بنفس الطلة وبنفس المظهر الجميل والأنيق. اليوم أكيد خصل للشعر المستعار إمكانية زرع شعر بطرق عديدة وبتقنيات مختلفة حتى نكون عن جد نحن مرتاحين مع حالنا وقادرين نطفي جميل على جميلنا لنقدر نكمل بشكل نكون مرتاحين مع كل اللي حوالينا. اليوم أكيد ضيفنا رح بيكون مدير شركة أنطوان كرم وأولاده للشعر المستعار السيد جورج كرم. منرحب فيك سيد جورج، أهلا وسهلا. صباح الخير لك زهور، وبدوجه تحية لكل مستمعي إذاعة صوت المحبة، وإلي فخر أنا أنه اليوم بالمقابلة تبعيتك. نحن بشرفنا أنك تكون معنا، وبنعرف قديش داعم لإذاعتنا من خلال كل الأعمال المسرحية اللي قمنا فيها، ودايما أنت مواكبنا، وحتى يعني كل اللي عم بيكون فيه من مريت حاجة لشعر مستعار أو يمكن للحية لشوارب لإضافات معينة عم بتقدمهم بشكل مشاني. نحن بدنا نشكرك ونقول لك ألف تحية لألك ولكل الناس اللي كمان ممكن يكونوا هالقد أسخية بعطاءاتهم ويكونوا إلى جانب قضايا كتيرة بمجتمعنا اليوم. شكرا لك. أكيد تاريخكم طويل بهذا المجال، 50 سنة. 50 سنة كمان يوبيل ذهبي، من هنيك ومنقلكن الله يقويكن ويبارك بكل عملكن حتى تقدروا تكونوا أكتر وأكتر مواكبين لهالنشاط اللي عم بيكون موجود بعالم اليوم مع كل التقنيات الحديثة اللي عم يشهدها عالمنا. أستاذ جورج أكيد توني ما بعرف في مشكلة عند أستاذ جورج مش عم يسمعنا على الكاسك بديني، إذا في مجال يتزبط ويمشي الحال في فاصل صغير لنقدر نظبط الصوت ونرجع نكمل نحن وياكم حتى يتسني له ويسمع بشكل طبيعي. عالم الشعر المستعار بلبنان وبالعالم. اسم واحد صالح أنطوان اليسكرم للشعر المستعار الأشرفية الجعيتاوي. بيريكيت بوستيشيت شعر طبيعي خصال اكستنشن. بيروت الجعيتاوي. تليفون 01-560-672-03-677-068. نرجع نحن وياكم بهالوقت المباشر ومنكمل مع ضيفنا جورج كرم مدير شركة أنطوان كرم وأولاده للشعر المستعار تنحكي عن كل الطرق التقليدية، الطرق الحديثة، أحدث التقنيات، زرع الشعر، العمل بهالمجال، خصل إضافية إذا بدنا نكون بمناسبات معينة نقدر نظهر بطلة أنيقة ويكون عنا كل ما يلزم حتى نستعيد ثقتنا بنفسنا ونكون أفضل وأفضل بهالمناسبة. تفضل. أكيد أكيد الشعر المستعار بيتقسم لعدة أقسام، منها الشعر الطبيعي
منها نعم. شعر النايلون ومنها الخصل المستعارة يلي هي بتكون extension. نعم. هلأ الشعر الطبيعي هو بكون شعر طبيعي حقيقي، يعني شعر طبيعي مقصوص من فروة الرأس ومشغول extension. هذا شعر طبيعي حتى ينشغل extension نحن منطهره منعقمه ومنشتغله extension، منشتغله خصل، منشتغله خصل تلزيق. يعني عنا كذا ميثود طريقة منقدر نشتغلها فيها extension. هذا من ناحية الخصل extension. هلا اكيد في منا نوعيات، في منا شعر طبيعي 100% وفي منا شعر اسباني. شعر اسباني ليه سموه شعر اسباني؟ لانه نحن اطلقنا عليه بشركه انطون كرم واولاده للشعر المستعار شعر اسباني. كلمه شعر اسباني تصير الكلمه متداوله بين العالم سهله انه هذا الشعر مخلوط منه شعر طبيعي 100%، يعني شعر مصنع في صح مزبوط. هيدا الشعر لانه الاسبان هن انشهروا بخلط الشعر ليعطي لمعيه على الكاميرا او ليعطي لمعيه أكتر على العين من الحياة العادية اللي يشوفوه، بحبوا فيه شعر بلمع بحبوه، مشان هيك هن انشهروا بخلط الشعر، مشان هيك نحن أطلقنا عليه شعر إسباني. صارت الكلمة متداولة. هلأ هو الشعر يلي حاليا يلي موجود عم يتداول بالسوق اوكي، هو شعر منه طبيعي، هو شعر هيدا هو شعر منه طبيعي. هذا شعر بيتفتح لونه، بيوصل لدرجة أشقر، يعني ممكن الشخص اللي بده يشتريه ينغش فيه انه شعر طبيعي وهو منه شعر طبيعي ابدا. نعم اوكي. يعني هلا من زمان اذا بدنا نحكي بال1924 كمان كانوا يحطوا شعر مستعار، كانوا يحطوه بعده اشكال وبعده موديلات. هلا من ناحيه النوعيات، النوعيات هي كشعر الاسباني عم يتفتح مثل الطبيعي بس ما بيوصل لدرجه لون البلاتين الاشقر الفاتح جدا. يعني الاشقر الفاتح جدا يعني البلاتين يعني اللون بيوصل على قمحي، ما في الا الشعر الطبيعي 100% المقصوص من جلده الراس من فروه الراس هو بيوصل للون شعر البلاتين. لانه اذا بناخذ الشعره الطبيعيه اذا بنطلع فيها بتكون شعره مثل الارميد، بكون عليها بتكون القشرة تبعيتها، مشان هيك الصبغة وقت تفوت بهذا مثل الأرميد هي اللي بتعطي اللون بتغير اللون للشعرة وبتعملها لون أشقر فاتح جدا. يعني بتعملها اللون الأشقر فاتح جدا، يمكن مش من أول مرة بتفتح على الأشقر بعدين بتفتح تاني مرة على لون البلاتين. هلأ هيدا من ناحية الشعر الطبيعي البشري يلي هو مقصوص من فروة الراس يلي هو 100% شعر طبيعي بشري. هلأ في شغلة تانية، في هذا الشعر الإسباني يلي هلأ يلي اللي انشهر المخلوط بالإسباني. يعني مخلوط. هلا في منهم بيبيعوه طبيعي بس نحن ما بنبيعوا شعر طبيعي لانه عنا شعر طبيعي 100% وعنا شعر اسباني هيدا المخلوط، ويلي يعني نحن ما فينا نقول للزبون انه هذا شعر طبيعي 100% لانه عنا كل النوعيات، وبنفضل انه نبيع الشعر الطبيعي والشعر الاسباني على حقيقته مثل ما هو، بدها شعر طبيعي موجود بدها شعر اسباني موجود. عالم الشعر المستعار بلبنان وبالعالم، اسم واحد صالد أنطوان اليسكرم للشعر المستعار الأشرفية الجعيتاوي، بيريكيت بوستيشيت شعر طبيعي خصل اكستنشن، بيروت الجعيتاوي، تليفون 01-560-672-03-677-068.